اللي جاي من مكناس يفوت القنطرة أول دخلة على اليمن غيمشي مع الطريقة هادي نيشان وغيدور على اليمن يبقى تابع الطريق وغيلقى الضيعة ديال السي حسن اللي بغى شي حاجة غادي نخلي لكم الرقم الهاتفي ديال مول الضيعة السي حسن غادي نخلي لكم الرقم ديالو اللي بغى يتعامل معاه عبر الهاتف ينعت له ويجي مباشرة للضيعة أو اللي بغى يتعامل معاه حتى عبر الواتساب فمرحبا الرقم هو 06 61 89 00 38 غادي يبقاو معنا غادي نعاودو لكم الرقم مرة ثانية 06 61 89 00 38 الأثمنة ما بين 3000 حتى 4000 درهم قابلة للتفاوض الأثمنة كنقولو هنايا كاين ما بين 3000 و 4000 درهم وقابلة للتفاوض وكاين هنايا ما بين 4000 و 5000 قابلة أيضا للتفاوض وهنايا كاين ما بين 5000 و 7000 درهم حتى هي قابلة للتفاوض والله يسخر الجميع هانتوما اللهم بارك هاد الخير هذا هنايا كما كتشاهدوا معنا فيها السلالة ديال أقلموس وفيها السربي والبرقية الثمن شحال قالنا ما بينو بين كاين هنا الثمن ما بين 3000 و 4000 درهم الثمن هنايا كاين ما بين 3000 و 4000 درهم هانتوما اللهم بارك هاد الخير هذا هنا كاين الثمن ما بين 3000 و 4000 درهم بس السن كاملة سنان ولاد العام يعني السن سنان الحليب هادو كاملين هنايا السن سنان الحليب والثمن كما قلنا كيتراوح هنا ما بين 3000 و 4000 درهم هانت الكبير هنايا هذاك 4500 درهم والبقية كاملة لك تراوح ما بين 3000 و 4000 درهم هانتوما الخير هذا هنايا اللهم بارك هانتوما اللهم بارك الخير هنايا شحال ما بين 4000 حتى 5500 ما بين 4000 حتى 5500 درهم هاد الخير هذا كتشوفو قدامكم مخلطين كاين ديال السردي كاين البرقية كاين ديال أقلموس تم حضيت مخلطة ولا لا مخلطة هنايا وفيهم هنايا اللي سنا الحليب وفيهم اللي تنايا يعني الرباعي ما كاينش هنا الرباعي في يومين سنة الحليب والتناي سلام تبارك الله وانتم نقرب لكم نوريكم السمونية وانتم اللهم بارك
رسول الله السردي البرقي السورة ديال أكلموس قدامكم ديال أكلموس ولكن نحاول نقربوا لكم الصورة باش تشوفوا الجانب ديال السمونية الخير هذا كما اشرنا عليه في بداية الفيديو ما بين 4000 و 5500 درهم حسب الحجم وحسب الحولي كيدير في الصحة ديالو بقاو معنا غادي نحاولوا بقاو معنا غادي تشوفوا الحوالة غادي نحاولوا يدوزوا باش تشوفوهم كيدايرين في الصحة ديالهم وفي الحجم ديالهم هانتوما اللهم بارك هانتوما اللهم بارك ولا ملاح تبارك الله الخير هذا هنايا كاين ما بين 5000 و 7000 درهم هانتوما هانتوما اللهم بارك قام نقربو كله مزيان هنايا كاين ما بين 5000 و 7000 درهم هنايا كاين كاين هنايا السلالة ديال السردي وكاين ديال أكلموس ولكن اللي كاين في هذا كاين بزاف هو ديال أكلموس كما كتشاهدوا هانتوما اللهم بارك حاولوا نقربوكم مزيان باش تكتمل عندكم الصورة هانتوما اللهم بارك إذا كما قلت هنايا كاين الثمن ما بين 5000 و 7000 درهم هنا كاين خروفات خرفات سنان الحليب والثمن ما بين 2000 و 2400 درهم كاين حتى جدي حتى اللي بغى شي حاجه ديال جدي راه كاين حتى جدي اجا جدي راه موجود حتى هو اللي بغى شي حاجه ديال جدي راه كاين موجود